بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اسمي سعد الزهراني، مكتب الاتصالات مستشفى الملك فيصل التخصصي. وظيفتنا هنا استقبال المكالمات من جميع أنحاء المملكة، وتتلخص وظيفتنا في استقبال المواعيد، كل ما يتعلق بالمواعيد من إعادة المواعيد أو تثبيت المواعيد. ولنا مكاتب نتعاون معها في جميع أنحاء المملكة، موجود كل شيء نفس الواقع في جميع أنحاء المملكة بصفة عامة. الآن يوجد لدينا 13 مكتب تقريبا، وإن شاء الله في المستقبل سيعمم إلى جميع أنحاء المملكة. المكاتب في أنحاء المملكة يعني سهلت كثير من إجراءات حصول المرضى، سواء على المواعيد أو على العلاج أو على تجهيز مواعيدهم أو على قبول حالاتهم ومحولة من المستشفيات الأخرى إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي. فهذه تسهل إجراءات القبول هنا، وأيضا مريحة للمرضى في خارج أنحاء المملكة ليكون لهم مرجعية يتعاملون معها، و يصبح يسهل لهم الاتصال بالمستشفى. هناك وضعت في المستشفيات تليفونات خاصة، جهز المكتب كامل بطابعة أيضا تطبع عندهم جميع ما يخص المريض.